فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل يكون بعض الكفر العملي كفرا أكبر كالسجود للأصنام والذبح لغير الله؟ أعوذ بالله، هذا كفر أصغر. السجود للأصنام كفر أصغر، والذبح لغير الله كفر أصغر، هذا كفر أكبر. نعم، إيش السؤال؟ يقول حفظك الله: هل يكون بعض الكفر العملي كفرا أكبر كالسجود للأصنام والذبح لغير الله؟ هذا كفر أكبر. عملي هو عملي لكنه كفر أكبر، ما هو كل كفر عملي يكون أصغر، بعضه أكبر. نعم.